ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من قالها من عذاب يوم القيامة. من كان آخر عهده بالدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة حرم الله جسده على النار. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة، وأدخلنا مدخله، واجعلنا من حزبه المفلحين، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه ونضر الله هذه القلوب، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيته على غير أرحام بيننا أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا غير غضبان. بقي على رمضان أيام، أو بقي على رمضان أسابيع أو شهرين، الأيام تنتهي تباعا. أسأل الله أن يجعل لي ولكم في رمضان في هذا العام نصيبا، اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، وأنا أنظر إلى حال أمتنا وإلى حالنا نحن كأفراد وإلى حال الأمة المسلمة، أشعر كأننا نعيش في غار مظلم، كأننا نعيش في كهف سقطت على بابه صخرة كبيرة فمنعت ضوء الشمس، بل ومنعت الهواء والماء، ونحن نبحث عن المخرج، وكلنا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المسلم يده لم يكد يراها. أمتنا على مستوى البيوت وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات والدول أراها كلها في ظلام دامس. قلما ترى مجموعة من المسلمين يعيشون باستقرار وأمان واطمئنان. وأنا لا أنظر إلى الدنيا يعني بنظارة سوداء، لا، لكن هذه حقيقة. وقديما قالوا الحقيقة المرة خير من الوهم المريح. يعني أنا ممكن أقول لك كلمتين حلوين نخدرك تطلع مبسوط وتمصمص شفايفك وتطلع كيف من الخطبة، لكن أنا بنضحك عليك. الحقيقة المرة خير من إيه؟ من الوهم المريح. لما تروح للأطباء في أمريكا غير الأطباء العرب، تروح للأطباء الأمريكان يقول لك والله على فكرة أنت نسبة السكر عندك عالية والضغط عالي، الكوليسترول فيه كذا، يحدي لك في وشك كده على طول، ما بيلفش يدور، فلازم تأكل بنظام وتعمل كذا وإكسرسايز وتنظم حياتك. واقع، يعطي لك الواقع حتى تتفادى المخاطر. وليس هناك إنسان أحرص على حياتك منك، فبيقول لك الموضوع لك أنت، تعال عندنا احنا العرب في بلادنا، سيبك تطلع انت برا العيادة وكلم اخوك ولا اللي معاك يقول لك عنده كذا وكذا 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 وكذا، وانت اقول لك ده انت فل، كل كل حاجة ولا يهمك، ده انت صحتك حديد، بعد اسبوع نقوله عليه العوض ان لا ان لا يرجعون. ليه؟ ما فيش مصارحة، ما فيش حقائق.
تعودنا نحن نخبي على بعض. حتى في علم الطب، علم الصحة، ما يديكش الصراحة، لا يصدق معك القول، يخليك عايش في ايه؟ في وهم. ده انا تمام، ده شوف بص شوف الصحة والدنيا بايظة في الداخل. هذه إشكالية لابد أن نتخطاها، فيكون الخطيب صادقا مع نفسه ومع أمته ومع رواده، ويكون الطبيب صادقا مع مرضاه، ويكون كل إنسان صادق في مكانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الحقيقة المرة يا إخوة، هذا مثل عربي مشهور، الحقيقة المرة خير من الوهم المريح اللي هو التخدير. تبقى أنت متخدر وبجسمك بيقطع وأنت مش حاسس بنفسك. تنظر إلى الأمة تبكي لحالها، لما هذا الظلام ومن المتسبب فيه؟ من المتسبب؟ كلنا، كل بحسب نصيبه. أنا لي دور في هذا الظلام، وأنت لك دور، وهي لها دور، كل الناس مشارك في هذه الأخطاء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب. ما في بلاء بينزل إلا في ذنب حدث، وما رفع إلا بتوبة. أي مصيبة تنزل على الناس لازم يكون في حد تسبب فيها، إنه عمل معصية. احفظ الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ بتوبة. لازم يكون في توبة. فلما نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة جماعية، احنا محتاجين توبة الأمم. وأنا أتحدث عن ذنوب اجتماعية، مش واحد يعمل ذنب لوحده، لا، ذنوب اجتماعية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الحكومات والمجتمعات كلها. تسببت هذه الذنوب وهذه المعاصي في سقوط الأمة في غار مظلم أغلقت عليه صخرة قوية لا نستطيع الخروج منها إلا بأعمالنا الصالحة. وهذا يذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري بسنده في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر، في ثلاثة من الناس يمشون، إذ آوى بهم الليل، يعني تأخروا بالليل وما وصلوش المكان اللي هم رايحين إليه، آوى بهم الليل إلى غار تحت جبل، آوهم المبيت فدخلوا في الغار. طبعا قصة محفوظة كلنا حفظناها منذ الصغر، نذكر: آوى بهم المبيت إلى غار تحت جبل فدخلوا، فلما دخلوا في هذا الغار سقطت صخرة على باب الغار فإيه؟ فأغلقته، سد الغار، وصخرة كبيرة. فقالوا: لا يخرجنا من هذا الغار المظلم إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة، كل منا يذكر عملا صالحا يدعو الله به أن يفرج الله عنه. ما حد فيهم مثلا قال: والله أتوسل إلى الله بالإمام الحسين، ولا واحد قال: أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالسيدة زينب. لا 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 لا، ما حد ينفعك إلا مين؟ إلا عملك الصالح. التوسل لا يكون إلا بالأعمال الصالحة. قالوا: نسأل الله بأعمالنا الصالحة أن يفرج الله عنا. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان عنده أبوه أمه، وكان لا ينام، وكنت لا أنام حتى يناما، ما نمش قبلهم، ولا آكل حتى يأكلا، ولا أشرب حتى يشربا. كان عنده أبويه الأب والأم شيخين كبيرين، واعتاد ألا ينام حتى ينام، وألا يأكل حتى يأكلا. فجاء في يوم متأخر فوجدهما قد ناما، وجد الأب والأم قد ناما مبكرا لأنه تأخر، وكان بيده اللبن اللي هو الطعام. تعرفين الناس كانوا عايشين على الإيه؟ على التمر واللبن أو الماء واللبن. قال: فحملت اللبن في يدي وأولادي الصغار يبكون جوعا، ورفضت أن أطعم أولادي. هو متعود أبوه أمه الأول قبل الأولاد وقبل هو وزوجته. قال: فوقفت باللبن في يدي منذ المساء حتى الصباح، لحد أبو أمه ما استيقظوا من النوم، وأولادي ناموا جوعا يبكون، وزوجتي تنظر أنا أحمل اللبن في يدي، حتى خرج الصباح فاستيقظ أبي وأمي فأطعمتهما. طب وبعدين عاوزي حضرتك بقى؟ اللهم إن كنت فعلت هذا العمل
ابتغاء وجهك الكريم. خد بالك من الحتة دي مهمة جدا. لو أنا عملت كده عشان خاطر مين؟ ابتغاء وجهك الكريم. ما ممكن واحد بيعمل بس عشان الصبح بعد ما أكل أبوه له ممكن تمضي لي يا حاج بس على الحتة اللي ورا البيت دي، عارفها؟ عارف الدكان يا حاج اللي أنت بس تمضي لي كده. ويا ما ناس مضت الآباء والأمهات، مضى أبوه في غيبوبة وبصم أمه في غيبوبة، ده إحنا عايشين في غيبوبة من أجل الدنيا. لا، هو ما عملش عشان يكتب ولا عشان يمضي ولا عشان ياخد ميراث، لا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا لكن لا يستطيعون الخروج. خد بالك إن مشاكل المجتمع اللي احنا فيها ما يحلهاش طاعة واحدة، وما يفرجش الكرب اللي احنا فيه ان احنا عندنا مجموعة ملتزمة. لا لا لا، احنا عاوزين التزام جماعي، التزام جماعي، يعني المجتمع كله يسير في اتجاه الله سبحانه وتعالى. الاول عمل خير لكن انفرجت الصخرة قليلا لا يستطيعون الخروج. فتقدم الثاني، قال: اللهم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها اكثر ما يحب الرجال النساء. كان بيحب بنت عمه، فأعوزتها الحاجة. يعني أعوزتها الحاجة؟ يعني اضطرت، مفيش، ما عندهاش مصاري، فسألتني المال، فقلت لها أعطيك على أن تمكنيني من نفسك في الحرام. فاضطرت المسكينة، مفيش، عندها أولاد يريدون أن يأكلوا ويشربوا، وأرملة وما في حد يكفلها، والمجتمع مجتمع طماع جشع، واللي معاه المال عربيد ينتهز فرص الناس ويمنع حقوق الفقراء إلا أن تمكنهم من الحرام. فقالت: افعل الحرام. فلما وقفت منها موقف الرجل من زوجته قبل أن أفعل، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقمت عنها، ما عملتها، وأعطيتها المال، تأخذ المال وتركتها. خد بالك الموقف مش سهل، لا ده هو وقفت منها موقف الرجل من زوجته قالت اتق الله. كأن أنت ممكن تظل ماشي في الحرام وفي لحظة تتوقف. نعم، مهما كنت أنت عاصي، لكن في عندك نبتة صغيرة اسمها نبتة الإيمان في قلب أي إنسان يا إخوة، في قلب أي إنسان، عندي أنا وعند أي حد، المسلم والكافر وكل، عنده نبتتين في القلب: نبتة الخير ونبتة الإيه؟ ونبتة الشر. ما تموت أبدا نبتة الشر، وما تموت أبدا نبتة الخير في كل إنسان. فإذا ما أنت سقيت نبتة الشر كبرت ورعرعت وظل الخير موجود. لو أي حد حرك الخير في لحظة واحدة يقوم الخير. وكذلك أشد الناس عصيانا وأعتى الناس كفرا، لو واحد سقى عنده الخير قد يترعرع الخير ويتحول من إلى. قال فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقمت عنها وأعطيتها المال. اللهم المطلوب إن كنت فعلت ذلك الفعل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لا يستطيعون الخروج، ده محتاجين حد تاني يكون بيعمل صالح. فجاء الثالث وقال: اللهم إنه كان عندي أجراء، عندي ناس شغالين عندي، كان صاحب بزنس وعنده ناس شغالين عنده، فأخذوا حقوقهم وانصرفوا، إلا واحد غاب ولم يأخذ أجره، ما خدش الراتب الخاص بي، ولم أعرف له عنوانا ولا دليلا، فنميت له المال. يعني إيه؟ عملت له، تاجرت له في الراتب بتاعه حتى أصبح واد من الإبل وواد من الغنم وواد من البقر. بعد عشرات السنين جاءني وقال لي: أنا فلان كنت أعمل عندك من أكثر من 20 سنة، هل تذكرني؟ قال: نعم. قال: أنا لي عندك مرتب $10 من 20 سنة. فقلت له: خذ هذا الوادي كله، الإبل والبقر والغنم، خذ المحلات كلها تبعك. فقال: تهزأ بي؟ قلت: لا والله، هو مالك نميته لك. فأخذه كله لم يترك منه واحدة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث اللي حضراتكم حافظينه، كلنا حافظينه. يبقى الصخرة لما انسدت على الثلاثة لم ينجيهم عمل واحد ولا عمل اثنين، ولكن حتى تنجو هذه المجموعة
لابد من عمل صالح يتكاتف فيه الايه الجميع. انا عندي سؤال، ماذا لو كان الثالث ليس عنده عمل صالح، ما خرجوا؟ يعني لو الاول ما شاء الله كان بارا بوالديه، والثاني اتقى الله في المحارم في ابنة العم، والثالث ما عنده شيء يقوله، قال والله انا ما عندي يا ربي بقى والله اللي انت شايفه، ما حيخرجوا؟ ويهلك الاثنين الصالحين بسبب واحد مذنب لم يتب الى الله ولم يجعل بينه وبين الله سرا، بيسموها اخوة الخبيئة. ولذلك هؤلاء الثلاثة دول اعمالهم الصالحة التي تقربوا بها الى الله تبارك وتعالى امتازت بصفتين نحن نحتاج اليهما من وجهة نظري. الصفة الاولى ان الاعمال كان فيها مشقة. يعني مشقة؟ كانت صعبة، صعبة على النفس، يعني تقف من صلاة العشاء حتى صلاة الفجر تترك أولادك جياع. يا أخي بالمناسبة الرسول ما قال هذا، والله ما قال هذا في كتابه. الله قال بالوالدين إحسانا، والرسول أمرنا ببر الوالدين، لكن لم يأمرني رسول الله أن أقف طوال الليل أحمل الطعام أنتظر حتى يستيقظ أبي في الصباح، والله ما أمرنا بكده. إذن هما عملوا عملا فيه مشقة على النفس وإن كان له أساس في الشريعة، لكن إيه؟ أسقلوا على أنفسهم. طبعا الذي يخطب الحسناء لا يغليه المهر، لما يخطب واحد يكون عجباه أبوها يقول له أنا عاوز 20، يقول له لا 25، ما هو أنت بقى ما أنت راغب ما عندك رغبة فتدفع زيادة. هم يبحثون عن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالعمل كان فيه يا إخوة كان فيه مشقة وإلزام على النفس بشيء صعب جدا. هل هذا الذي تعفف عن ابنة عمه بعد أن وقف من هذا الموقف عمل فيه مشقة؟ يا أخي وليس نبي الله يوسف وليس نبي الله موسى، لكنه إنسان عادي واستطاع أن يبتعد عن الحرام. والثالث كذلك، وما أكثر مشاكل الناس في أكل أموال الناس بالباطل، أكثر مشاكلنا بنأكل الحقوق ونضيع الحقوق ونقسم على الأموال بالحرام. الرجل قال له خذ كل المال هذا لك، دي قضية مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. المشاكل اللي بتأدينا كلها بسبب الأموال دي مشكلة قاسمة للظهر يا إخوة في الدنيا والآخرة. اللي بزعل الناس وبيأكل أموال الناس عشان يطعم أولاده، يا أخي كان الله في عونك، أولادك لو أولادك لو جاعوا لن يسألك الله عنهم، ولكن سوف يسألك عنهم إن أكلتهم من حرام. دي القضية، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يبقى احنا عندنا خد بالك بقى التلاتة عملوا ايه، كان التعامل يعني ما نريده نحن في المجتمع الآن أن تكون علاقة الأقارب وعلاقة الأرحام وعلاقة الوالدين علاقة بر ورحمة كما فعل الأول، ونريد أن تكون العلاقة بين الناس علاقة فاعفة وطهارة كما فعل الثاني، ونريد أن تكون العلاقة في الأموال والاقتصاد والتجارة كما فعل الثالث فيها الأمانة وعدم مساس أموال الناس بالباطل. لو إحنا عملنا كده والله الأمة تستفيق، والأمة تصحى من رقاد اللي هي فيه، والأمة تخرج من هذه الظلمة وتنفرج الصخرة عن الأمة. سؤالي يا إخوة، ماذا لو كنت أنا الرابع في الكهف أو لو كنت أنت الرابع في الكهف؟ سؤال جدلا، تخيل، يعني في كتاب اسمه التخيل للإمام المحاسبي بيقول لك دايما تخيل كده، لو كانوا في الكهف أربعة وانت كنت رابعهم، بالله عليك بينك وبين نفسك الآن في خطبة الجمعة ايه اللي انت ماذا كنت ستقول لربك حتى يفرج عنك الصخرة؟ هتقول لربنا ايه؟ تقول والله انا رمضان الماضي اعتكفت ليلة 27، كل الناس اعتكفت، تقول لربنا ايه؟ ما هي الخبيئة؟ الخبيئة ما هو السر الذي بينك وبين الله لا يعلمه أحد؟ هتحكي عن صلاتك؟ هتحكي عن استغفارك العادي؟ هتحكي عن صلاتك التي تحتاج إلى صلاة؟ ولا زكاتك 2.5% اللي انت مش عارف تعمل فيهم ايه؟ بال2.5% عاوز يجوز اخواته البنات، وعاوز يطلع عبور العمرة من أموال الزكاة، وعاوز يدي أخته مش عارف بأموال الزكاة، هتعمل ايه ولا ايه بال2.5%؟ ولا علاقتك بجيرانك بأي شيء سوف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ بالعبادات المشهورة الواضحة أمام الناس، أي سر حقيقي بينك وبين الله لو كنت أنت الرابع سوف تقوله لتخرج الأمة من كبوتها؟ والله يا إخوة كثير من عباداتنا تحتاج إلى عبادة،
عارف في عبادات احنا بنعملها تحتاج الى عباده. مر احد الصالحين على رجل يستغفر، مر على واحد ابي يستغفر، عارف ليه بيستغفر؟ مش عارفه بيقول ايه. قال له بتعمل ايه؟ قال استغفر. قال ان استغفارك يحتاج الى استغفار. قال له استغفارك ده عاوز استغفار تاني. انت بتشوف ناس بيصلي بعد الصلاه عاوز تقول له صلاتك تحتاج الى صلاه. ارى اخوات محجبات والله حجابها يحتاج الى حجاب. هي محجبة من وجهة نظرها، والله ما هي محجبة، ده مش حجاب خالص. الحجاب اللي محزق وملزق وعامل ده مش حجاب. الحجاب أرقى من هذا وأنقى من هذا وأطهر من هذا. قضايا كثيرة إخواني احنا محتاجين نفهمها ونوضحها ونعيش مشاكل أمتنا بصدق، ونعرف ان احنا سبب من أسباب هذه المشاكل. اتقن العمل، التلاتة عمل وعمل متقن فاستطاعوا أن يخرجوا بسببه. الإمام ابن كثير من لطائف التفسير في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ماذا يقول ابن كثير؟ ورجعوا لها في التفسير. ابن كثير وقف عند الآية دي كده وحطيده على خده كده ويقرأ الآية تاني: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بيعملوا إيه هما الاثنين؟ يبنون لله البيت الحرام، بيبنوا بيت ربنا. وبعد ما بنوا البيت ورفعوا إلى أقصى درجة، جاء إبراهيم بحجرة كبيرة ووقف عليها وإسماعيل يناوله، وإبراهيم يرفع إليه، يرفع البناء الحجرة اللي اسمها مقام إيه؟ مقام إبراهيم. ربنا رزقنا صلاة في مقام إبراهيم، حتى ربنا حب يكرم إبراهيم فعلمت قدمه في هذه الصخرة. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اسجدوا تحت رجل إبراهيم مكان ورفع الحجر. إبراهيم أتقن العمل، وبعد ما أتقن العمل هو وإسماعيل بيقولوا إيه؟ ربنا إيه؟ تقبل منا. فابن كثير بيقول له: يا إبراهيم الله يسامحك، تبني للرحمن بيتا وتخاف ألا يقبل منك؟ هم اللي يقبل من مين؟ يقبل مني؟ إذا كان الله لا يقبل من إبراهيم اللي بيبني له بيت لله سبحانه وتعالى، بيت الله الأوحد الأحد الكبير البيت الحرام، قال: سامحك الله يا إبراهيم، تبني أنت وابنك لله بيتا وتخاف ألا يقبل منك؟ هذا هو المؤمن، هذا هو العمل الصالح الذي ترجو به النجاة للأمة. قد نكون نحن سبب في هذا، سبب في هذا نسائنا ورجالنا. لما نرى نسائنا، وهذا لابد من التذكير، لأن المرأة يا إخواني المرأة إذا خرجت من بيتها كانت واحدة من اثنتين: واحدة تخرج من بيتها متزينة متعطرة، حالها كحال امرأة العزيز، كأنها تقول للناس: هيت لك. وهذه لابد أن يتعامل معها المجتمع بقولنا: معاذ الله معاذ الله. وامرأة ثانية خرجت إلى المجتمع عفيفة طاهرة متسترة تمتلئ بالحياء، لكن اضطرتها الضرورة أن تخرج كما قالت بنات شعيب: حتى يصدر الرعاء. احنا طالعين عشان نشتغل وأبونا شيخ كبير، وهذه ثانية كيف يتعامل معها المجتمع؟ يقضي حاجتها ويساعدها على أن تنهي مهمتها ثم تولى إلى الظل، اعمل اللي عليك وإيه؟ واتركها كما فعل موسى عليه السلام. في الأولى لما تعفف يوسف رزقه الله تبارك وتعالى العفة والزواج وملك مصر، وفي الثانية لما تعفف موسى رزقه الله تبارك وتعالى الزواج ومال البنت بعد أن ورثته من أبيها. كيفية التعامل، كيفية أن احنا نكون سبباً في نصر الأمة، دي محتاجة تركيز كثير ومحتاجة تفكير كيف تكون سبب في نجاة الأمة ولا تكون سبباً في هلاكها. يبقى الأمة اللي عايشة في كهف مظلم شديد الظلام تحتاج أن تخرج. لو كنت أنا الرابع أو لو كنت أنت الرابع، ماذا سوف تقول لله سبحانه وتعالى حتى يخرجك؟ تقول الأعمال الظاهرة؟ لا يا أخوانا، في شيء اسمه الخبيئة، والخبيئة اللي هو الشيء السر الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قلت إن العمل الصالح الذي تقرب به الثلاثة إلى الله سبحانه وتعالى كان فيه شرطين: الشرط الأول المشقة، والشرط الثاني الإخلاص. ما أحد يعلمه، نحن نفعل أعمال كثيرة لكن غالبا ما نري الناس ما فعلنا، أو غالبا ما نهتم أن يعرف الناس ماذا فعلنا، وهذه مشكلة خطيرة رأيتها كثيرا في حياتي، وأرجو لنفسي ولإخواني النجاة منها.
ان انت ما يكونش كل همك يا اخواني ان الناس يعرفوا. صدقني والله والله ما تشغل نفسك، والله الناس لو مدحوك ما نفعوك، ولو ذموك ما ضروك، مش هيفيدوك حاجة. لكن لما يكون عندك خبيئة بينك وبين الله لا يعلمها إلا هو، دي تظلك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها، منهم رجل ذكر الله خاليا كان لحاله ففاضت عيناه. لكن ان انت تعرض كل بضاعتك وكل اللي عندك، صلاتك معروفة، زكاتك معروفة، حجك معروف، عمل الصالح معروف، كل ما تعمل خير تحكي امام الناس. يا اخي الناس العرب يعني قالوا قديما داري على شمعتك داري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. فلما يكون عندك خبيئة كده حاول انك تحافظ عليها حتى تساعد الامة في نجاتها، كما فعل الثلاثة الذين سدت عليهم هذه الصخرة الغار فأنجاهم الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، قد يقول قائل وما ضير معصية صغيرة ممكن أنا أفعلها تؤخر نصر الأمة؟ يعني معقول ذنب أنا أفعله هنا في أمريكا يأثر على الأمة في سوريا وفي العراق وفي باكستان وفي، يا أخي يعني حتى ربنا عدل يعني، والله لا يفعل ذلك. أنا نعمل ذنبنا في أمريكا الناس يصابوا في مصر أو يصابوا في اليمن أو يصابوا في جيبوتي ولا في أفغانستان؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما دخلنا القوات المسلحة زمان، لما كانوا بيقولوا لنا قوات مسلحة وشوية كلام حلوين كده وشجعوك كده وتحس إنك بتعمل حاجة، أما نعرف الكلام كان كله فيك وكان كله لعب يعني، بس كانوا بيقولوا لنا ان الحسنه تخص والسيئه تعم. فهذه قاعده ثابته بالفعل، تعمل سيئه تعم وتهلك من بجوارك. الله قال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، تصيب كل اللي حولك. لو تركت الظالم وتركت العاصي بجوارك، لماذا امر الله بالمعروف ولماذا نهى الله عن المنكر؟ ولماذا امرنا ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لأن المعصية إذا ملأت المجتمع يهلك الجميع. قالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني معقول نهلك وفينا الناس الطيبين الصالحين اللي بيصلوا؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، لما تكثر المشاكل ربنا يهلك الناس الصالح والطالح. دي مشكلة يا أخي. في غزوة أحد، وأنتم أعلم بالقصة، في غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق وهو قائد الجيش، مخالفة واحدة تسببت في هزيمة الايه؟ المسلمين جميعا. طب كيف يخطب؟ ايه ذنب الرسول؟ الرسول ضرب في احد ما لم يضرب في حياته كلها. الرسول انضرب، عارف يعني الرسول انضرب؟ عارف يعني ده انت الرسول انضرب صلى الله عليه وسلم، وشجت رأسه وكسرت رباعيته، الاسنان الامامية دي انكسرت الاربعة دول، ودخلت حلقة المغفر الخوزة في 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 وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة وداس الناس عليه، وخرجت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كاد أن يموت وأشع أنه مات. كل ده بيحصل في الرسول بسبب مين؟ بسبب اثنين ثلاثة نزلوا من على الجبل عشان يعملوا معصية ما سمعوش كلام النبي. طب ناس ما سمعوش كلام النبي، إيه ذنب النبي؟ ما هو إحنا كلنا جسد واحد، تحصل معصية تؤثر على الكل، تحدث طاعة تؤثر على الكل. الطاعة تؤثر إيجابا والمعصية تؤثر سلبا، فكن أنت سبب في الطاعة ولا تكن أنت سبب في المعصية. ليكن أنا وأنت سبب في نجاة الأمة، نحن نرفع من شأنها. لو أنا فكرت ساعة ما نعمل ذنب أن ذنبي هذا سوف يؤثر على الأمة، أكيد سوف أتوقف يا أخي، والله والله أكيد أتوقف، ذنبي بيؤثر. قالوا جاء في الأثر أن الدواب والهوام والحيوانات كل يوم تقول لله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. الحيوانات
كل يوم في الصباح تقول لله سبحانه وتعالى: يا رب نعم لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. الحيوانات ما بتعملش ذنوب يا جماعة، النمل والسباع والضباع والكلاب والقطط ما بتعملش ذنوب، هذه يعني عجموات ما بتفهم ولا بتتحدث وما عندهاش عقول، وهي لا تكلف ولا تحاسب، تصير ترابا يوم القيامة. أنا وإنت عندنا عقل. العجموات الحيوانات يقولون: ربنا لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. أرى أن أمتنا تحتاج منا الكثير يا إخواني، صدقوني والله كلكم على ثغر من الإسلام، كل واحد فينا موجود على ثغر من الإسلام، في بيتك، في مكانك، في وظيفتك، في علاقتك بالناس، في علاقتك بالمسلمين، في علاقتك بغير المسلمين. نحتاج إلى عمل خير جماعي يتضافر فيه الجميع. ممكن واحد يقول: أنا الحمد لله أنا أصلي وأصوم وزوجتي ملتزمة وأولادي محترمين يكفيني. أخي لا يكفيك والله، إذا جاءت المصيبة أخذت أولادك وأخذت أولادي وأخذت الجميع. نريد أن نتكاتف حتى يظهر مجتمع صالح، والدليل أن الثلاثة ما استطاعوا أن يخرجوا من هذا الغار المظلم إلا بأعمالهم الصالحة جميعا. ولذلك في القرآن الكريم ما تجد نداء بالمفرد، في القرآن كله ما تجد: يا أيها الذي آمن، مستحيل، ولا يا أيها المؤمن، أمال تجد إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قد أفلح المؤمنون، كله بالجمع، ما فيش خطابات فردية. واحد يقول لك: والله أنا بنصلي ماليش دعوة بالناس التانيين. لا، أنت تهلك، أنت تضيع. نريد للأمة أن تتكاتف، ونريد للمجتمع الصغير، الجلية الصغيرة دي، أن تتكاتف وأن تتعاون على الخير وأن تتعاون على البر والتقوى. وكل واحد فينا يستشعر أنه ممكن يكون سبب في نصر الإسلام أو سبب في هزيمة المسلمين. إذا قدمت الحسنات وإذا بادرت بالخير إن شاء الله تكون سبب في نصر الإسلام وعز المسلمين. أخيرا يا إخوة، قد يأتي النصر بسبب المعصية. النصر يأتي بسبب الإيه؟ المعصية. إزاي؟ إن الرجل اللي أراد أن يفعل الكبيرة من الكبائر مع هذه المرأة ابنة عمه ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، كانت هذه المعصية سببا في نجاته من الغار، إنه هم بهذه المعصية. نعم، يقول ابن القيم، واسمع دي بقى نختم بها، رائعة. يقول ابن القيم إن أنت يعني لا تيأس من معصيتك، قد تكون معصيتك سبب نجاتك، وخلي بالك قد تكون طاعتك سبب هلاكك. إزاي؟ يقول ابن القيم: رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا فأدخلته الجنة. ممكن تكون عملت ذنب عظيم زمان، أول ما جيت أمريكا من 20 سنة، من 25 سنة عملت ذنب كبير، وبعد ما ربنا أكرمك بقى وتزوجت وبقى عندك أولاد وعشت حياتك وبدأت تشتغل، تتذكر الذنب تقول: والله أنا والله يا شيخ عملنا كتير، الله يا شيخ ربنا يسامحنا احنا ارتكبنا كبائر كثيرة، وتبقى ندمان. هذه المعصية هي سبب دخولك الجنة. رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا فأدخلته الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا فأدخلته النار. عارف يا شيخ المسجد الفلاني؟ أنا اللي بنيته. عارف يا شيخ المشروع الفلاني؟ أنا صاحب الفكرة اللي فيه. يكون بناؤه للمسجد سببا في دخوله النار. ليه؟ انت بتعمل لمين؟ ولما الشيخ يعرف استفدت انت ايه؟ والشيخ حيدي لك من ايه؟ الشيخ مسكين زيه وزيك، والناس مساكين. لا تظهر كل اوراقك، لا تظهر كل ما عندك، اجعل بينك وبين الله خبيئة. تاني يا اخوة، رب معصية اللي عمل ذنب ما تزعلش، مش تبت توبة صادقة. رب معصية اورثت صاحبها ذلا وانكسارا فادخلته الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا فأدخلته النار. هيا بنا لنحول معاصينا وذنوبنا إلى توبة تدخلنا الجنة. وأختم بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: أيكم أكثر الناس حسنات؟ فرفع سيدنا عمر يده، فقال النبي: كيف عرفت يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كنت أنا في الجاهلية أكثرهم سيئات، عملت كل الذنوب وكل المعاصي، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات، فأنا أكثرهم. قال النبي: صدقت، أنت أكثرهم. كل معصية إحنا عملناها بإمكاننا أن تتحول إلى طاعة، وبإمكاننا أن تتحول وتكون سبب
سبب في نجاة أمتنا، وسبب في يعني خروجنا من هذا المأزق، وسبب في أن ربنا يفرج كرب المكروبين، وسبب أن ربنا يطلق سراح المسجونين والناس المساكين في كل مكان. يا إخوة أمتنا محتاجة الكثير، والله والله المساجين كثيرين بعشرات الآلاف في كل بلادنا الإسلامية وغير الإسلامية، والشهداء كثيرين، والأرامل كثيرين، واليتامى كثيرين، ونحن في النعيم قابعين. على الأقل إحنا نكف من هذه المعاصي وهذه السيئات، وننوي كده نية خير أن نكون نحن سبب في نجاة هذه الأمة وانكشاف هذه المحنة التي ليس لها من دون الله كاشفة على مستوى العالم كله وعلى مستوى الأمة كلها. هذه المحن إن شاء الله تنقشع وتنجلي وتذهب هذه الصخرة بسبب أعمالنا الصالحة وتوبتنا من معاصينا. أخيراً أذكر إخواني أن احنا بالأسبوع الماضي كان عندنا أخونا الشيخ محمد موسى بيتكلم عن مسجد نورث بيرجن، هو بيتوسعه في المسجد، وطلبنا بعض الإعانة من حضرتكم، ربنا يجزيكم الخير. عندنا بعد الصلاة فضل 50 تذكرة، التذكرة ب$50 ولا يعني الموضوع كله كلها 2,000-3,000 دولار يعني ممكن واحد يدفعهم. فأرجو نحن نشارك مع بعض ونتعاون على البر والتقوى، وقد تكون هذه الحسنة الصغيرة المساعدة المساهمة في بناء بيت لله تبارك وتعالى سببا في انقشاع الغمة وذهاب الكرب عن أمتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة، ونجعل افتراقنا من بعده معصومة. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا أخرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكشف الكرب عن أمتنا، اللهم اكشف الكرب عن أمتنا، فرج كرب المكروبين، ونفذ هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، فك أسر المظلومين، واحسن خلاص المسجونين، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.